الكوميديا الحقيقة اعتمدت طول عمرها على شغلتين تنتين، اللعبة اللفظية والحركة أو بسموها النزوعية. صحيح. الحركة إنه واحد عم يركض بيوقع في البحر بالطريق بيضحكوا الناس، معه بسكليتة وقع عليها بيضحكوا قشرة موز وتضحكهم إلى آخره. حركة استخدموها كتير بالأفلام القديمة الكوميدية، وحتى على المسرح استخدمت الحركة لكن بنطاق ضيق. المسرح اعتنى دائما باللعبة اللفظية، كلام يشابه هذاك الكلام بضحك الناس، أو اعتمدوا على المقارنة، واحد قصير واحد طويل، واحد سمين واحد نحيف وهكذا. بالضبط. السينما العالمية والسينما العربية اعتمدوا هالنهجين هدول، لكن اللي قدر مثل ما حكينا في بداية لقائنا اللي قدر يجمع بين التنتين وبنجاح فذ هو الفيلسوف العبقري شارلي شابلن. أيضا بالمسرح العربي ممكن نلمح هيك شيء، علي الكسار مثلا، ممكن نلمح نجيب الريحاني، ممكن نشوف عمالقة في المسرح الكوميدي العربي، ممكن أيضا نقول عبد اللطيف فتحي في سوريا عمل شيء طبعا المرحوم، وأيضا ممكن أسماء كثيرة الحقيقة في تاريخ. طبعا ما لازم ننسى إطلاقا بديع خيري الفنان بالضبط. بس أستاذي الكريم، أنا ما بحسن هالأسماء اللي أنت سقطها في معرض حديثنا، ما بحسن قيمها. طبعا انا ما بحق اللي يقيم، طبعا نحن بدنا تقييم مهما كبرنا، سواء على مستوى فنانين ولا موسيقيين ولا رسامين ولا ساسي، الجمهور اللي بيقوم. أيوة. مو نحن بنقيم يعني. بس كمان بس اسمح لي انه من باب التذكير بالشيء، انه هالفنانين اللي ذكرتهم، انا حاليا مثلا اجيب الريحاني لا يضحكني، لا يضحكني ولا لا يضحكني. أيوة. بديع خيري او سواه لا يضحكني، لانه اختلفت معطيات العصر. اما في وقته لو كنت انا عايش بوقت نجيب الريحاني يمكن كان يضحكني بهذيك الفتره. اما هلا اعماله اخذها وتضحكني، هلا يمكن لا تضحكني. صحيح. انا قلت علي الكسار تحديدا، وبعدين أيوة. مريت على الاسماء مرور ورجعت ادركت لاقول بديع خيري. علي الكسار إذن بديع خيري من الاسماء اللي لمعت كحركه، وبنفس الوقت استخدام الألفاظ بطريقة ناجحة جدا، وقدموا خدمة للجمهور. أكيد تتفق معي بهالمسألة هي. أكيد طبعا طبعا. الآن نقول إذا الكوميديا حضرتك اللي الآن عم تصنعها كتابة وتمثيلا وأداء وغناء، أيضا تعتمد على الحركة وتعتمد على اللفظ أحيانا في الأغنيات وفي الكلام إلى آخره. هذا العمل اللي بيعتمد على الحركة وعلى اللفظ في آن واحد يهدف إلى شيء واحد، هو خدمة المجتمع. كيف أنت بتشوف خدمة المجتمع؟ طبعا أنا من خلال لقائي مع الناس، وأنا بحب كتير شغلة الاستفتاءات والإحصاءات، وأشوف شو يلي وصل للناس شو يلي ما وصل، مشان إذا بدي أعمل أنا عمل تاني أتجنب الشغلات اللي أنا وقعت فيها ما كان الجمهور راضي عنها، وضيف شغلات الجمهور بيحبها. طبعا هي شغلة، طبعا الجمهور لا يمكن أن يكون على باطل على الإطلاق، دائما الغالبية المتراصة والجمهور الغفير هو رأيه على حق، وعلى حق. وإلا ما قيمة الاستفتاءات والانتخابات؟ ليش بنلجأ لها المسائل؟ فلذلك الجمهور على حق. وأنا في دراسي الميدانية مع الأستاذ هشام شربتشي اللي هو مخرج البرنامج، بننزل بناخذ بنشوف شريحة من المثقفين، من دكاترة الجامعة، من الطلاب، من الموظفين، من المهنيين، من الناس الدراويش، من الأميين، من أمي، من ستي، حتى أنه المشهد قبل ما مسله بقرأ على مثلا على مرتي، على أخت مرتي، على أبي، على زميل، مشان شوف ردة الفعل عند كل واحد، وبعدين نفذ العمل. طبعا أنا عم أقول لك مو أنه وصلنا لمرحلة كمال ولا شيء، بس أنه محاولات جادة ومستمرة بجهد متواضع مبذول. بس إنما أنا بحب أنه يكون الشيء من الناس. شو عم تقلي انه شو خدمة المجتمع؟ طبعا اذا مثلا خلينا نحكي عن مرايا بكل بساطة، لانه هذا العمل التازة اخر اعمالي اللي ساويته. أيوة. قبل الجزء الاخير هالبرنامج هاد ما في لوحة من اللوحات الا توخيت انه يكون فيها مساس بشريحة من هالشرائح اللي ذكرتها، من وحي النماذج البشرية، من وحي التجارب المعاشة. لذلك المواضيع تبقى نفس المواضيع، هون ولا برا ولا نفس المواضيع، طالما أيوة. في إنسان في ارتكابات وفي شو اسمه نفس المواضيع، إنما يجب أن نكون في المعالجة كنص قبل كل شيء. أيوة. في تميز دائما في المعالجة بين شخص وآخر. بالضبط. أكيد حضرتك وقعتي الآن عن كلامه أنا على زوجته، والآن ما بعرف تتوقع على هذا الكلام موافقة؟ أنا موافقة. في الفنان اللي ذكرته حضرتك قبل شوي، المخرج اللي رافقك
في الإذاعة ورافقك في التلفزيون أيضا مخرج هشام شربتي. شو رأيك أنه معنا هلأ هو؟ يا ريت صاحب أنا. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. شكرا كثير. شكرا كثير. اهلا استاذ هشام. يا هلا يا هلا يا مسنون. اهلا وسهلا فيك. بيقولوا انه الفنانين الرسامين المخرجين دائما بيلتحوا صحيح؟ ليش؟ قلت لك بصراحه بالبحر ياسر كسل ما عندنا وقت. فتره من الفترات كنا مشغولين بعمل انا استاذ ياسر تركت نسيتها يعني نسيت اني احلاها يوميا بعدين لقيتها والله ماشي الحال حلو. انا تخبرت يا درسان والله لا قلت لك خلاها مش انا حيف هو عبالي فادتني كسل ياسر العظمي في الكتابه وهو مقل وهي نقطه سلبيه ونقطه ايجابيه نفس الوقت بحكي عنها بيخليني فترات لاني انا مرتبط معه من غير عمل أيوه. فالناس بيسالوني شو بشتغل فربيت دهن بيعرفوا اني فنان يا سيدي بدي احكي شغله مشان المقل استاذ هشام انه مثلا في عندك انت معاناة الكتابة مخاض الكتابة لما بدك تطالع مثلا مو فكرة جديدة اسلوب جديد لطرح فكرة ونحن في برنامجنا دائما بقول له الاستاذ هشام برنامجنا لوحات بسيطة أيوة. السيادة للحوار فيها او للموقف مش لانه قطاع من هالمحل لهالمحل لهالمحل انه حركة ودائما حيوية لا بس انه السيادة للحوار والكلمة ماذا تطرح وماذا تقول أيوة. عندي عتب انا من يأسي من معشر الكتاب ملت على نفسي أستكتبها والحقيقة هو لازم أي فنان مبشر إذا كنت أنا مبشر لازم يتنادوا له الكتاب ويكتبوا له ويطرحوا من خلاله شغلات بس عنا نحن نقص كبير في الكتاب أو يا ترى عدم استجابة منهم يا ترى عدم تشجيع يا ترى ما بعرف شو هو شو تعرف ذكرتني حضرتك وانت عم تقول ملت إلى نفسي أستكتبها اللغة الجميلة ذكرتني بأخي هشام امبارح قال لي أنت بتعرف أنه الفنان ياسر شاطر جدا ومرجع في العروض حكي لنا القصة قلت لك حجة حجة الحقيقة لما بتخانقوا اثنين بيرجعوا له أيوه وبستغرب ان يكونوا اثنين مثلا اكبر منه بالعمر بكثير يعني بالخمسينات بالستينات بيرجعوا لياسر العظمي خليني انا احكي عن ياسر العظمي من خلال احتكاكي فيه كفنان تفضل بمنتهى الصدق ياسر كوني اني انا جيت مع ضيف في حلقه مخصصه للفنان الاستاذ ياسر العظمي هذا كثير شرف كبير لي هي انا بديت كلامي لما قلت انا انت مقل في الكتابه قلت وجهين يعني مقل في طريقة الذم ومقل في طريقة المدح خليني أخذ الجانب الآخر خلال حياتي الفنية القصيرة نسبيا بالنسبة للأستاذ ياسر لأنه أنا تماما أذكر في لك دور لعبته في ثانوية جودة الهاشمي في الكوريدور كان ما عندكم مسرح نعم شراشف شراشف وبراميل حطينا فوق ولعبت دور كان عمرك يمكن 17-16 سنة كنت صغير أنا جاي مع والدي على المدرسة تفرجت عليك هذيك الوقت دور عمرك 16 سنة كان لعبته عمر 70 سنة أو بالضبط ما مشكلة برغم من عمري القصير الفني اللي تعاملت مع فنانين كتار وخاصة في مصر بيلفت نظري أنا أني في قاسم مشترك أعظم يربط ما بين فنانين وبصراحة بقول لك يا الفنان الكبير محمود مرسي وياسر العظمي اثنين مقلين اثنين نقطة عيب عليهم أنه هو يكون مقل لأنه حق الجمهور أنه هو يشوفه يشوفه سنويا وهذا بيشهد فيه ياسر يعني كل الناس بنمشي يعني امتى عملك القادم امتى عملك القادم كل يوم بيسمعها بنفس الوقت ليش هو مقل هو ومحمود مرسي لانه كتير بيدقق في الامور كتير بينتظر ليطرح الوضع الصح يعني كتير بيحترم الجمهور اللي رح يواجهه بالضبط سدوا ادانكم بابا سدوا ادانكم كل واحد مفتح لي ادانه مثل بورزان كم مرة قلت لكم اذا الكبار عم يحكموا فوق الاساطيح الصغار بسد ادانه عندي يا سيدي بالرصاص سأحفر قبرك الهادي اللي طلع معه كتر الله خيره غيره أخي غيره بلا وعنا الهلع يجتاح مدينتنا وزومبي يقابل دراكولا مين هذا زومبي؟ آكل لحوم البشر سم الهالي إن شاء الله ودراكولا مصاص الدماء هم مصاص ضريبي خلع رقبته لك أخي أنا هلع ورعب وعنف ما بدي يا أخي فهم علي فهم علي بوس إيدك مد إيدك لبوسة هلا بتعمل لي كان يوماني طيب في عندي لفعه والتنيز وسلاسترو امنت بالله على هنهار اخي حتى ما اتعبك على الفاضي
انا معقد وما بيعجبني العجب والعصيان برجب. مرتي بتقلي انت معقد، يعني انا انت علي بقى بلا ما اشوف افلام انا والمرأة ينقصنا. رح اعطيك فيلم صراخ في المشرحة. شو شو خير 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 استاذ؟ استاذ شو صمك استاذ؟ بابا بابا وصيتكم امكم معي بالبنك 60,000 ليرة، خليها تاخذهم. روحوا لعندها قالوا لبابا صفران خليها تيجي تاخذنا بشي تاكسي. خير استاذ بيش حاسس؟ حاسس ضغطي نزل الواحد. معلن البكشر بيش حاسس كمان؟ حاسس باني لازم بيع الفيديو بقرد دب اليوم قبل بكره. بيقولوا انه ليش انت ما بتعطي الاغاني يكتبها فلان وتعطي المشاهد التمثيليه يكتبها فلان وتعطي الموسيقى يختارها فلان؟ أي. تكاد تصل الى قناعه بانك ما حدا عم يفهم عليك الا نفسك انت بالذات. ايوه لذلك انت عم تكتب وانت عم تقيم وانت عم تحط تقيم من دقنها تحط بطربوش، هذا انت اللي عم تصيغ الصياغه الفنيه اللي انت بدك تنشهر فيها. يعني كل فنان حر هو في طريقة اختياره للشهرة يلي بده اياها عند الناس. شلون بيريد يظهر عند الناس؟ في واحد بيقول لك انا دور المجرم بحبه. ايوه واحد بيقول لك انا دور مثلا الحبيب لازم يكون حبيب باستمرار، انا شكلي حلو عيوني بتسبي لازم يكون انا دائما يحطوا. أيوة. وفي واحد كل واحد بيختار الطريقة يلي بده اياها. وصلت لتتميز ويصير لك شخصية محددة، شخصية معروفة تحت اسم ياسر العظمي. الان فينا نقول ياسر العظمي نقول فلان وفلان وفلان، لا مقلد لحدا. ممكن انت تحط 10 اسماء تقول مثل بعض، ممكن تحط اسم واحد تقول هذا لحاله شخصية لحاله مستقل. انت عملت هيك. بس برأيك كان لازم يمر 25 سنة حتى تتحقق الشخصية؟ هذه الفترة كانت ضرورية برأيك ولا كان هناك عقبات فعلا أخرتك لتظهر في مرايا 81 ويعرفوك الناس كياسر العظمي المستقل؟ والله يا سيدي الكريم يبدو أن الأمور مرهونة بأوقاتها. والخبرة هي 25 سنة اللي كنت مقصر فيها طبعا. لأني أنا ما نطيت من الإفة لأدانة بعمل عجب الناس. أنا ما لي يعني لا أدعي أشياء كثيرة في برنامج مرايا، وإنما هال 25 سنة اللي عم تتفضل فيهم اللي يكاد تحصى أعمالي فيها قليلة، بس كانت ضرورية كتير إلي. لأن كل يوم عم أنا إنسان يتعلم، كل يوم عم تنضاف لخبرتي معلومة، كل يوم عم تنضاف لخبرتي معلومة. بالنتيجة يمكن هلأ الأمور مرهونة بأوقاتها، يمكن هلأ اجتني الفترة أنه أطلع. في واحد بيجي شهرة وهو عمره 20 سنة. أيوة. واحد هو 30، واحد 40، واحد 50، واحد 70، واحد قبل ما يتوفى على حفة قبره بتجي الشهرة. يموت راعي الضأن في جهله 100 جالينوس في طبه، ودورق في بطنه سائل قد يسعف المصدور من سله، وأبو الفتح في علمه ناشط والعلم في ترحاله وحله. الكيمياء يا للكيمياء، منها الدواء لكل داء، منها الطعام والسقاء والغذاء والكساء، للسقيم فيها شفاء وللعليل فيها براء. وأنا هالفترة الزمنية الطويلة اللي مرقت يبدو أنه كانت ضرورية لي، لأن كنت أنظر للأمور بشكل عبسي. أما هلأ بنظر للأمور بشكل عقلاني وعلمي وفني. وهالوقت هاد أنا مالي متحسر أنه ما قدمت فيه أعمال كتيرة، بالعكس كان ضروري كتير لي مشان أقدم برنامج متواضع خفيف مثل مرايا 84 اللي طوقوني الناس وغمروني بإعجابهم يلي يبدو لي صميمي. وأشهر الأسماء العربية إطلاقا في إسبانيا مدريد. مدريد ذلك أن العرب إبان وجودهم في الأندلس، مر أعجمي بمدينة مدريد وسأل عربيا بلهجته الإفرنجية عن اسم المدينة، فلم يفهم العربي لهجته فأجابه مدري مدري بلهجة الأرياف والبدو مدري. في مسلسلاتنا البداوية تكثر هذه الكلمة مدري. وكان كلما سأل الأعجمي أحد العرب عن اسم المدينة أجابوه نفس الجواب مدري مدري. وهل يعلمون شيئا حقا؟ ومع الاستعمال أصبحت مدريد بالدال مدريد. والله أعلم والله أعلم.